نهاركم سعيد مشاهدينا. لليوم الأحد 29 كانون الثاني 2017. طبعا قانون الانتخابات العتيد هو الحديث الأساسي اليوم في المشهد السياسي اللبناني، طبعا لا يزال في الكواليس السياسية والإعلامية وغير مطروح في المؤسسات بشكل جدي، ولكنه طبعا هو يعني الموضوع على نار حامية في النقاش السياسي. استبعد الستين نهائيا، لا يمكن قول هذا حتى هذه الساعة بشكل نهائي، ولكن اليوم قانون الانتخاب الذي هو مطروح، هل هو احتيال على النسبية للرجوع إلى نتائج الستين؟ نهارك سعيد، عضو تكتل التغيير والأصلاح، النائب سمو أبي رمية. نهارك أسعد، أهلا وسهلا فيك المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. إذن قانون الانتخابات اللي طبعا يطالب به، من أشد المطالبين به الرئيس العماد ميشيل عون، والذي يفضل الفراغ على عدم إقراره، بدنا نناقشه، بدنا نناقش فعليا قديه جدي، قديه منه هو 60 مقنع، وطبعا باقي اللي استغربت انه 60 مقنع. لا، لانه هلا بنحكي، هلا بقول لك سبب الاستغراب. اوكي، خلينا اخذ حال الطرقات. اليوم احد، ما في عجقه سير، اذا الدوره مريحه بكلا الاتجاهين. ايضا شارل حلو مريح بكل الاتجاهات. اذا ايضا ساسين يوم احد ما في عجقه سير، الحمراء مريحه جدا. يا ريت كل يوم احد بلبنان. اي والله، خاصه على طريق بيروت جوني. اذا المزرعه مريحه ما فيها عجقه سير، وطريق المطار مريحه جدا، وصيدا ايضا مريحه. برجع برحب فيك نائب سمو ابي رمية. اجتمعت لجنه رباعيه بوزاره المال يوم الجمعه، حكي عن قانون مختلط، نص نسبة نص أكثر، 64-64، يقال بأنه هو الأكثر جدية حتى هذه الساعة. بدءا، قدي جدي هذا الطرح اليوم؟ بتعطيني دقيقتين بس لأشرح شوية تاري. عظيم، شكرا. أول شيء خليني أقول أنه أكيد الحلول المطروحة حاليا للاقتراق للقوانين الانتخابية من القانون، من القوانين المثلية اللي نحن نطمح لها. نحن بمجتمع متعدد طائفيا، إذا بدنا نحكي بتركيبة طائفية هناك قانون أمثل، وإذا عم نحكي بتركيبة وطنية هناك قانون الأمثل. نحن طموحنا هو واحد من اثنين. على الصعيد الوطني بعتقد يجب أن يكون هناك هذا القانون الأمثل البعيد كل البعد عن القوانين اللي عندها مرتكزات طائفية ومذهبية. لبنان دائرة انتخابية وحدة واعتماد النسبية المطلقة، ساعتها بيكون في لايحة ضد لايحة أو لايحتين ضد أو ثلاث لوائح. الناخبين اللبنانيين بيروحوا إن كان بالجنوب ولا بالشمال ولا بالبع ولا ببيروت ولا جبل لبنان، عم ينتخبوا لذات اللايحة على مستوى لبنان ككل، بس بيكون خيارهم طبقا لبرامج سياسية مترش على أساسهم هذه اللوائح. هيدا بعتقده القانون الأمثل اللي بعدنا كل البعد عن المنطق المناطقي وعن المنطق الطائفي. نحن لسوء الحظ بعد ما لنا هون. القانون الثاني الأمثل إذا بدنا نحكي بتركيبة طائفية، بعرف إنك أنت كان عندك مواقف إعلامية ضده، هو القانون الأرثوذكسي. لما نحن بنعتبر إنه لبنان قائم على تركيبة طائفية متعددة والطوائف تشكل بحد ذاتها مجموعات يجب أن تمثل بعدالة في المجلس النيابي، قانون الأرثوذكسي الذي طرح وقتها أنه كل مذهب ينتخب نوابه هو الأمثل بمجتمع طائفي مع اعتراف مسبق من قبل الكل أنه الطائفية هي الطاغية على الصيغة بالبلد. يبقى شو فينا نعمل اليوم؟ واضح أنه هناك صراع بين القوى السياسية حول قوانين الانتخاب، كل واحد عنده المقص وعم بيقص الخرائط الانتخابية والدوائر الانتخابية على قياسه، وما حدا عم يطلع كان على صحة وعدالة التمثيل. بمعنى كل إنسان أو كل قوة أو كل كتلة عم تعمل حسابات، أنا كيف فيي أمن أكتر مقعد، أكتر عدد ممكن من المقاعد النيابية لكون حجمي أكبر بمجلس النيابي. هيدا منه نحن مقاربتنا. تقلك ليه؟ لأنه
نحن في مناطق حسنينة بالأكثر، والمناطق جبل لبنان بالتحديد كل العالم تعرف أنه الطير الوطني الحر وحلفائه بيقدر يكون الطاغي والآمر والناهي بكل هذه الأقضية، لكن خيارنا من الأساس كان هو مبدأ اعتماد النسبية، لأنه نحن نؤمن، والرئيس عماد عون بعده عم بيكرر ذات الكلام حتى من وقت ما تبوأ سدة الرئاسة، أنه نؤمن أنه النسبية هي الوحيدة التي تؤمن صحة وعدالة التمثيل. الأكثريات بيكون عندها عدد الحقيقي والواقعي لإلها، والأقليات إن كانت طائفية أو سياسية ساعتها تصل إلى مجلس النيابة من خلال هذا القانون النسبي المطلق. لكن في رفض من قوى سياسية، ونحن بنعرف أنه ببلد معقد مثل لبنان بدك تروحي إلى القانون المتاح، يعني تروحي على قانون يؤمن قواسم مشتركة بين الكل، بس نحن بنكون اعتبرنا أنه عمل نقلة نوعية. هلأ في عنا على مدى سنين يلي مرقت ما كان في مجالس نيابية، أولا بلك بما في المجلس اللي أنا بنتمي إليه ما في ولا مجلس يتمتع بالدستورية. عفوا بس في فكرة كنت عم بتقولها، كنت عم بتقول أنه نحن على الرغم من أنه عارفين أنه بجبل لبنان نحن أكثريين قبلين الروح كنا على النسبية يلي ستدخل بكل الأقضية بجبل لبنان نواب لا ينتمون إلى خياراتنا السياسية. عم برجع لهيدا النقطة لأنه لاحظنا بأنه بالقانون اللي مطروح مؤخرا، ما بعرف قديه هو هلا بنحكي عنه، في أربعة أكثر، هن خمس مقاعد، أربعة أكثر واحد نسبة. وين؟ بكسر وين؟ إيه هلا بس بحكي عنه. بس النسبة لما بيكون عندك مقعد واحد نسبة بقضاء صار كمان كأنه شبه أكثري، هلا بنحكي بالموضوع. بقى المهم ليه عم بحكي هيدي الأمور؟ في حال هلا حكينا عن القانون المختلط المطروح، ما حدا يعلق بذهنه أنه طير الوطن الحر هيدا هو خياره الأساسي، لأنه نحن بنهاية الأمر عم نوصل إلى تسويات، عم نقرب المسافات لنوصل إلى مساحات مشتركة الكل يكونوا متوافقين عليها. فإذا انطلاقا من هذه الثوابت يلي حكيت عنها، نحن يا ريت مجلسنا النيابي والكتل السياسية بتروح معنا كانت يا بالأرثوذكسي إذا في اعتراف مسبق بالمنطق الطائفي بالصيغة الطائفية اللي هي متحكمة بمفاصل الحياة السياسية بالبلد، يا بالنسبية المطلقة على صعيد لبنان، ساعتها بنكون عن جد طلعنا من القيد الطائفي من التقوقع المذهبي بلبنان يلي أنا بطمح له أصلا، يلي هو بالنسبة لإلي بعتبره الأكثر حداثة والأكثر بعدا عن التقوقع، واحد يقعد بزبيته الطائفية والمذهبية، والكل بيعرفوا مواقفي المعلنة والمتكررة انه انا اطمح الى دولة علمانية على مستوى لبنان، لانه هيدا الوحيد اللي بتخلصنا من براثن الطائفية وبتطلعنا من العصر الجاهلية وبنفوت عن جد من خرط بالقرن 21. لكن تنرجع للواقع، اليوم لما بدك تعدي كتير وطني حر مستقبل وقوات لبنانية وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدم الاشتراكي من أجل أن تصل إلى قانون انتخاب جديد، بدك تاخدي مع الاعتبار كل الهواجس وكل الخصوصيات التي تتحكم بذهنية كل هذه القوى. طرح القانون المختلط، كنت عم بحكي من شوي أنه كل القوانين يلي انطرحت من 92 لهلأ كانت قوانين غير دستوري وغير عادل. لا غير دستوري، اولا الطائف حكي ب 108 نواب ما حكي ب 128 نواب. اوكي صحيح. فاذا كل شيء صار من وقتها يتخطى الاتفاق الدستوري يلي صار بين النواب باتفاق الطائف. اثنين، القوانين الانتخابيه يجب ان تكون ان تتامن فيها المساواه والعداله، يعني النائب يكون عم بيمثل ذات الحيثية الرقمية، الدوائر تكون بأحجامها متقاربة إلى ما هنالك. هيدا الشيء كمان لم يتأمن خلال كل السنوات يلي مرقت من بداية عهد الطائف حتى الآن. لكن بنهاية الأمر لأنه هيدا لبنان ولأنه في تسويات ولأنه في حسابات عم بيصير في قوانين انتخابية مشحفة بحق التمثيل الشعبي، لكن عم بتأمن استقرار سياسي بالبلد. اليوم بس انك تعمل 128 بدل 108، شو المشحف بالموضوع؟ لانه انت بتعرفي رح لك شو هي، انه زاد وقتها بعز السيطرة السورية على لبنان 20 مقعد نيابي بدوائر انتخابية
التأثير في مناطق كانت شوي متحررة من التأثير السوري وقتها، وحطوا زرعوا كل هذه المقاعد النيابية بأكتريتها بدوائر انتخابية مطرح ما فيه سطوة سورية مباشرة. يعني بمعنى آخر أمنوا مناصفة شكلية بالعدد الزائد، لكن كتروا من عدد النواب للي عندهم كان ولاء وتبعية لسوريا بعزدين الاحتلال السوري بالبلد. فإذا كانت هيدي الخلفية المتحكمة. يعني في مكان ما أعيد طرح 108 نحن طرحنا. يعني اليوم بدي منك شغلة تعترفي بكذا شغلة. أولا لما عم نعمل طروحات على المستوى الوطني يقر أنه قتال الوطني الحر عم بيقوم بهذه الطروحات، وهو يلي عم بيطلب العودة إلى أحكام الدستور بتفاصيله. مشان هيك عم بقليك هيدا حلمنا وهيدا طموحنا، لكن نحن منا وحدنا بالبلد، وعم نجرب نتواصل مع الكتل والقوى الأخرى من أجل الوصول إلى إنتاج قانون انتخابي جديد. شي اللي بدي أقوله التاني، لما عم نحكي بمنطق نحن اليوم بقانون المختلط المطروح هلا عم نحكي عنه، عم نروح إذا بديك من وين كان جاي سبب الإحباط، وبالتحديد ما يسمى بالتمثيل المسيحي، بما أنه نحن عم نحكي بمناصفة يعني عم نحكي بمنطق طائفي، كان أنه بالقوانين التي مرت على لبنان تقريبا على 64 نائب مسيحي، هناك 20 21 22 نائب مسيحيين ينتخبون بدوائر ذو تأثير مسيحي، وال 44 الباقين عم ينتخبوا بدوائر ذو أرجحية أو تأثير مسلم. ذات. وبالتالي عفوا ذات شو ذات شو قلت ذو دوائر ذات اللي بدي أقوله انطلاقا من هون، إنه بالقانون القوانين المطروحة هي من أجل تحسين نسل التمثيل المسيحي في المجلس النيابي، وتأمين أكبر قدر من المساواة بين الناخب المسلم والناخب المسيحي. بالقانون يلي طرح فينا قبل خلينا نناقش المبدأ قبل ما نحكي بالقانون الذي طرح. طبعا يعني ذكر وفد اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي في جولته على مختلف القيادات السياسية بأنه أول من طرح النسبية الجدية كان الزعيم كمال جنبلاط، وكان في إطار هذا الطرح هو أنه يعني للتمثيل الوطني الحقيقي، بمعنى التذكير بأنه النسبية هو لتمثيل حقيقي للمواطنية. أنتوا اليوم عم تجوا تسقطوا مبدأ تمثيل مواطني على التمثيل المسيحي، ضربتوا كل مفهوم النسبية من خلال طرحكم. يعني بدل ما مين نحن؟ انتو كتيار احد اللي عم تسمعينا عم بتابعينا تتعرفي شو مواقفنا. عظيم جداً. نحن شو قلنا؟ قانون تبعنا طرحنا غير قانون الارثوذكسي يلي قلت لك شو اسبابه. مش نحن اللي بس انا عم برتكز هلا على طريقتك بدفاع او شرح دوافعكم. يعني عم تقولنا نحن بهيدا النسبة او بهيدا المختلط بدنا نحسن التمثيل النسل المسيحي. عظيم. عملت كلمة راح جابك حتى. راح جابك ضربت كل مفهوم النسبية. راح جابك يا سديمة. الكلام يلي حكيتيه هلا مني انا قايله، الكلام اللي عم يضرب النسبية عم يجي من القوى الاخرى. الحزب التقدم الاشتراكي يلي بيقلك نحن كمال جنبلاط أول من طرح هذا المفهوم. نعم. وهذا المبدأ هو أول يوم هو قاعد وراء المتراس من أجل القصف المركز على قانون يعتمد النسبية الكاملة. وعم بقول أنا بدي ضلي بالمنطق الأكثر. هو صادق مع حاله هو عفوا بس عظيم خليني بس يعني وضح هذه النقطة. هن عم بيقولوا إذا بدكم النسبية تخلوا عن الطائفية تعالوا نحكي وطنية، بدكم تحكوا بالمنطق. لا ما قالوا هيك. لا. بدكم تحكوا فعلا بالطوائف، خلينا نحكي بالتقاصم الطائفي. خليني جاوبك. نعم. الحزب التقدم الاشتراكي اللقاء الديمقراطي يرفض تماما المنطق النسبية المطلقة بلبنان. إذا عندك غير تصريح هلا بتجيبي لي أنا مستعد. هن اللي عم يحكوا اليوم بهذه الخصوصية الدرزية بالجبل، وهن يلي مصرين أن تكون عليه وشوف دائرة انتخابية وحدة تيضل التأثير الصوت الدرزي. فإذا ما تقولي إنه التيار الوطني الحر، هيدا أول شيء. لا بدي أقول التيار الوطني الحر لأنه أنتوا على مدى سنوات آخر سنتين تحديدا كنتوا رافعين لواء صوت أنه لازم المسيحي هو ينتخب المسيحي لواء القانون الأرثوذكسي. يلي ما أحكي أول شيء شرحت شو أنا.
شرحت لك إذا عم نحكي بمنطق طائفي ساعتها خلي كل طائفة تمثل كل ناخب ينتخب نواب طائفته. في شيء غلط، أنت ضد هذا المنطق وأنا ضد هذا المنطق، بس أنا بالصيغة يعني الطائفية اللي نحن عايشين فيها بعتقد هو الأكثر عدالة إذا اعتمدنا المنطق الطائفي إنه لبنان مركب على حضور سياسي مسيحي وسيعي وشيعي وسني ودرزي. أوكي طيب، عم بقول لك أنا أطمح إنه نحن نطلع من هذا الانتماء الطائفي على مستوى الوطن، والحل الأمثل ونحن قلناه كتيار وطني حر وبصلب قراراتنا ومواقفنا هو النسبية المطلقة، ولبنان دائرة انتخابية وحدة. ضد هالطرح لا. طيب آخرون عم بيقول نحن في نحن حزب الله وحركة أمل مع هذا الطرح، مزبوط ولا لا؟ القوى الأخرى يلي هن القوات اللبنانية، تيار المستقبل، التقدم الاشتراكي، حزب الكتائب، البقية منن مع هذا الطرح. طيب إذا رحنا على التصويت بمجلس النواب حتما رح يكون في تنافس، وحتما بسبب الحالة العددية القائمة بمجلس النواب هذا الطرح يمكن ألا يمر. وكلنا بنعرف انه قوانين الانتخابات بلبنان عم بتكون نتيجة نقاشات بين الكل من اجل التوصل الى مساحات وقواسم مشتركة. اليوم عم بقول لك هذا طرحنا، انا بقدر نروح اليوم على مجلس على طاولة الحوار مع الاخرين وقول لهم هذا طرحي الوحيد، بدهم يجوني بطرح اخر. عنا شغلة من شغلتين، يا منقرر انه نروح على مجلس النواب ومجلس النواب يصوت اي قانون بده ويلي بياخد الاكثرية المطلقة بيكون هو يلي بيربح ومنقر ساعتها هذا القانون، او بدنا نتفق بين بعضنا انا بتنازل وغيري بيتنازل. وهذا الشيء يلي عم بيصير هلا. تقلك انه هذا الحل الامثل، عم بقلك لا، بس هذا الحل المطروح عم بيحسن صحة التمثيل، بقلك ايه هذا ايه مستوى طموحاتنا. لا وضحت بس الصورة. اليوم في نقد إعلامي كتير كبير لطريقتكم بتفصيل هذا القانون. مين طريقتنا؟ ما هيدا منه طيار لوحده، في مستقبل، في حزب الله. طريقتكم ايه؟ يعني كطبقة سياسية مش كتيار وطني حر. بس قبل ما تحكينا وتشملينا مع الكل، بتمنى ترجعي تركزي انه ثوابتنا او قناعاتنا الأساسية هي الدائرة لبنان النسبية المطلقة على مستوى لبنان. ونحن كنا كمان قلنا بسيناريو تاني تقسيم لبنان إلى 13 أو 15 دائرة انتخابية كمان مع اعتماد النسبية المطلقة، وهذا كان اللي اتفق عليه كمان ببكركي، وهذا كان طرح حكومة الرئيس ميقاتي لما صار في نقاش حول قانون الانتخاب وإجا مشروع قانون إلى مجلس النواب. 13 دائرة مع نسبية مطلقة، بعتقد بيكون هالشي عم يتجاوب مع متطلبات تحركات المجتمع المدني يلي أنا معه 100% ويلي أنا بهالموضوع ويلي أنا مصر التقلك أنه أنا أطمح إلى هذا الشيء، بس الواقع هون، وبالتالي بدي لاقي توازن بين طموحاتي والواقع يلي أنا عايش بس فيه. بس ممكن يعني للبعض بأنه يفسر هيدا الشيء، بيكون عارفين أصلا أنه هيدا لن يتم اعتماده لبنان دائرة واحدة. ليه لا؟ طيب لو الآخر يعني لأنه هذا الشيء بحاجة لتوافق كبير، فممكن القول بأنه هذا نوع من الديماغوجية. لا يعني ديما لحظة لا أرجوك، أول شيء ما فيك تحكي عني بالديماغوجية. عم بقلك أنا شو رأيي هذا الكلام، بدك ساعتها بدك تعزمي نواب أو مسؤولين من كتل أخرى من أحزاب أخرى وقلينهم ليه ما بتمشوا بهالطرح. أنا عم بقلك ماشي بهالطرح، الآخرين عم بيقولوا لا نحن منا ماشيين بهالطرح. فإذا الاتهام ما بيكون لقلب الديماغوجية، الاتهام بيكون للآخرين أنه ما عم يعتمدوا هذا الموقف. طيب. قبلتم بالأمر الواقع مثل ما حضرتك عم بتوصف الموضوع، بدي سميه بالقانون المتاح. بالقانون المتاح من أجل أن يؤمن أكبر قدر من التوافق يلي بيكون بذات الوقت حسن نسبة، هلا بليك إذا فتنا شوي بالتفاصيل بيكون عم بيحسن نسبة التمثيل، أكيد منا النسبة اللي نحن منطمح لها، بس بيكون عملنا نقلة نوعية. كيف بيكون حسنة؟ يعني نحن حنشوف إعادة نتائج لهذه الطبقة السياسية مع فروقات معينة يمكن بالمقاعد المسيحية. فإذا أنت معي بدك نسبية مطلقة،
انا مش شغلتي شو يكون شو يكون موقفي هون. ما تقلق شو قصدي. انا عم بطرح عليك الاسئله اللي مطروحه عليكم. مزبوط. اليوم عم بتقولوا انه انتم عندكم مشروع جدا وطني وصحي للتمثيل. طيب انا هلا برجع بشوف شو المطروح. عظيم. بالامر الواقع شو المطروح؟ واضح من هذا القانون المختلط اللي هو الأكثر تداولا حتى هذه الساعة بأنه سيعيد نتاج هذه الطبقة السياسية. إذا نقعد إذا عندنا هلأ الوقت أنه نقعد نفند محافظة محافظة ودائرة دائرة شو بده يصير فيها حتعيد إنتاج تماما نفس الطبقة، مع أنه يمكن المسيحية يطلع لهم تمثيل شوي أحق، ولكن جروسو مودو ما في تغيير حقيقي صار. فاذا انتم مشيتوا بعقليه الطبقه السياسيه. خليني اول شيء اقول لك شو المطروح. اولا الذي طرح كان على طاوله نقاش حضر التيار الوطني الحر، حزب الله، حركه امل، وتيار المستقبل. نعم صحيح. في عرض طرح لانه كان ليه في غابت القوات، لانه نحن وياهم على تفاهم. نحن وياهم اوكي. لازم تنبسطي، لازم تكوني مبسوطه انه في تفاهمات عم بتصير بين كتل كانت بين احزاب كانت متصارعه. وبعتقد ريحت الراي العام. فبالتالي بالعكس مقابل هذه الابتسامه بتفضل بتمنى كنت حركه امل وحزب الله كانوا موجودين يعني. فاذا اول شيء اللي بدي اقوله بهذا الموضوع، كان في نحط على طاولة، يعني الكل شافوا انه يمكن القانون المختلط هو يلي اليوم بيأمن اذا بدك مش طموحات، بيقرب او بيقصر المسافات بين كل القوى السياسية. يلي عم بالك انا ضد النسبية المطلقة عم بتخلي له دوز اكثري، ويلي عم بقلك انا مع ضد الاكثرية المطلقة عم بتفوتي له دوز نسبي. هذا اول شيء. اثنين، بهذا القانون المطروح كان في قوانين مختلطه كثيره مطروحه. كان رئيس بري عمل طرح 64 ب 64، وكان الحزب التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانيه والتيار المستقبل كمان عاملين طرح اخر ب 68 60. لكن لما كنا نناقش معهم حول هذه القوانين ما كنا نشوف كيف كانوا ليه عاملين تقسيمات بهذا الشكل وشو المعايير المعتمده. مثلا خذي قضاءين، قضاء البترون في نائبين مارونيين وقضاء صيدا نائبين سنيين. طيب كنا نسأل ليه بصيدا المقعدين بالنظام الأكثري وليه بالبترون واحد على النسبة وواحد على الأكثري، مع العلم أنه متشابهين بس بمعزل عن الانتماء الطائفي. فإذا كان عندنا قراءة وكأنه هناك غياب لمعايير موحدة على مستوى القانون المختلط. بالطرح اللي صار مؤخرا بهذا الطرح ايضا، ما هلا بركي بعد البريك منفصله بهذا القانون. بهذا الطرح شو صار؟ اولا اعتبرنا انه لازم ينعمل قانون مختلط تنطمن الكل، لا كله اكثري ولا كله نسبي. اثنين، شو بدنا نحدد معايير موحده على مستوى لبنان. اعتمدنا منطق ال 65% بكل قضاء. يعني لما انت بتكوني تنتمي الى طائفه بقضاء مثلا خدي جبال، بما انه بعرفها، انا مرشح على المقعد الماروني، في مقعدين مارونيين ومقعد شيعي. بقضاء جبال اكثر من 65% من الناخبين هن ينتمون الى الطائفه المارونيه. وبالتالي بهيك سيناريو المقعدين المارونيين بيضلوا بالنظام الاكثري ضمن القضاء. الشيعة اقل من 65% تاخذي المقعد الشيعي الى المنطق الى الانتخاب النسبي على مستوى الدائره الانتخابيه الاكبر، مثل يلي مطروح حاليا حاليا بالتقسيمات. كانوا حكى بجبال وكسروان والمتن وبعبده. هلا شو اهميه هيك اقتراح؟ بالاقضي يلي عندك انت ذو ارجحيه طائفيه معينه ان كانت مسيحيه او مسلمه، الناخبون بينتخبوا المرشحين تبع نوابهم على نظام الأكثري، يعني ما بيكون في تأثير أو التأثير بيكون هامشي من قبل الأقليات الطائفية الأخرى. بينما لما بيكون عندك مقاعد تنتمي إلى أقليات طائفية بهذا القضاء عم بتروح على النسبية. نتيجتها شو؟ بالقانون اللي نحن عاملينه المطروح عندك 64 نايب بالمنطق الأكثري و64 نائب ينتخبون بالمنطق النسبي. اولا اثنين، في توازن شبه توازن
نتائج الانتخابات، بمعنى اللي عم بحكي على صعيد التأثير الطائفي، تقريبا عم نوصل إلى 52 أو 53 نائب مسيحي ينتخبون بصناديق اختراع ذو تأثير مسيحي مباشر. يعني منكون من انتقلنا من 21 نائب مسيحي ينتخبون بهذا من خلال هذا التأثير المسيحي إلى 52، يعني أكثر من دوب من 21 ل 52 أو 53 نائب مسيحي. عند النائب المسلم، نواب المسلمون، تقريبا عندنا 56 نائب مسلم ينتخبون بأصوات ذو تأثير مسلم. يعني في فرق نيبان ثلاثة، منكون هيك حسنا التمثيل المسيحي والمسلم، والبقية فيهم خلطة مثل ما بقروا مخلوطة الخبرية بين من ناحية التأثير. بعتقد أكيد ما وصلنا إلى 64 نائب المسيحي بأصوات مسيحيين، ما فيكم توصلونهم بلا بالقانون الأرثوذكسي كان فيك توصلين عم بقلك، و64 مسلم بأصوات مسلم ما وصلنا إلى، لكن وصلنا إلى مطرح أنه هناك تحسين بنوعية التمثيل الطائفي، وأخذنا بين الاعتبار أنه هناك أقليات يجب أن تمثل مثل بالطريقة يلي أنا قلت لك إياها. مثلا ليه بكسروين في عندك خمسة موارنة بهيدا يعني عندك خمسة موارنة، أربعة اخترتوهم أكثري وواحد مسلي، بالمبدأ مع أنه الكل، مع أنه طبعا يعني الأكثرية الساحقة للناخبين هي موارنة. هيدي لسبب بسيط، نعمل زيت الشيء مع السنة ببيروت بالدائرة الثالثة، بمعنى أنه عم بليك ليه خلفية الطرح من أجل أنه نوصل، لو بدنا نعتمد على طول هال 65 كنا وصلنا إلى لا توازن بين 64 و 64، يعني كان في النواب انتخبوا أكثر نسبية بالنسبة من النظام الأكثري أو العكس، وبالتالي قلنا لما في هناك مثل عدد لا يستهان به مثل مقاعد النواب الموارنة بكسروين أو نواب السنة ببيروت الثالثة، حطينا نائب برو على النسبية من أجل أن نؤمن هذا التوازن بال 64-64. يعني لما بتشوفي التابلون المطروح عن جد في بالأرقام عم بي تعادل وتوازن. هلا بتقولي لي هيدا اللي عملتوه مبسوطين فيه، بقول لك اكيد لا، منه على مستوى الطموحات اولا، وثانيا بعد ما خلص النقاش واضح. اول شيء في نحن بنعرف انه تال المستقبل سيقوم بمشاورات مع احزاب اخرى. اثنين، نحن بنعرف انه الكتائب منهم موجودين، كانوا القوات اللبنانيه بالجو والتيار المرضى اكيد رح يكون بالجو، بالاضافه الى الحزب التقدم الاشتراكي. وهلا الاسبوع اللي جاي رح يكون اسبوع المشاورات الساخنه بالمعنى الايجابي ان شاء الله، من اجل انه نحاول انتاج قانون انتخابي جديد قائم على هذا المنطق، والا منكون عم نرجع على الورا وما عم نكون عم نحسن من خلال قانون انتخابات عداله اكثر للتمثيل الشعبي. اليوم مين اللي ماضي فيه لهذا القانون؟ اليوم النقاش طرح. نعم نعم. نحن كتيار أكيد نطمح لأحسن، لكن نمشي فيه. القوات اللبنانية كذلك الأمر، الجو اللي عنا إيه منهم إنه ما عندهم إشكال فيه، لأنه أصلاً تم البحث فيه معهم. كان ضيفنا الكريم الوزير من الحمرية شيء وعرضنا عليه الصيغة، كان عم بيقول إنه القوة، أول شيء كان عم بيقول إنه القوات ما كانت موجودة بالاجتماع الرباعي. وما يعني ما حسيت هالسعادة المطلقة اللي حضرتك عبرت عنها، لأنه في اثنين لا يعني مثل حسيت يعني كان الجواب إنه لا بحاجة للاطلاع أكيد والدراسة. بس كمان بتكوني حضرتك إعلامية بتتابعي ما يقال وكل التصاريح. امبارح الدكتور سمير جعجع عمل تصريح إيجابي جدا تجاه هذا الطرح. ما عم بقلك إنه هيدا إيه خلص هيدا منزل وانتهت، لا، لأنه أكيد هلا في قراءة تفصيلية من قبل الكثير من التيارات والأحزاب من أجل أنه درسوا بينه وبين الخبراء تبعها، وبعدين تجي إلى طاولة من أجل متابعة النقاش. كنت عم بقول لك اليوم في اللي بفهمه واللي عرفته، نحن كتيار ما عندنا إشكال، لأنه نحن طرحين هذا الطرح التوفيقي بين الكل. القوات اللبنانية كمان ما عندهم إشكال، امبارح بلسان الدكتور جعجع أصدر هذا الموقف. حزب الله وحركة أمل بيقولوا إذا في توافق حول هذا القانون ما عنا إشكال أصلا، هذا لا يتعارض مع الطرح اللي كان مقدمه الرئيس بري مع، لكن مثل ما قلت لك نحن فوتنا في دوز
المعايير الموحدة تكون في عدالة على مستوى الوطن. بس تأملك بعد شغلة ثلاثة، في طيار المستقبل يمكن عنده تحفظات لا تعتبر بالتحفظات الكبيرة. مثلا طيار المستقبل بيقول مش بالضروري يكون 64 ب64، انه 64 نسبة 64 اكسري، يمكن يوصل لمطعنه بدنا 68 اكسري و60 نسبة. يعني مثلا اللي مثلا الديتاي اللي فوتوه بكسروان وببيروت هيدا ممكن انه ينطعد منه تيار المستقبل، لانه يمكن انت عم بتشيل مقعد اكثري هو ضامنه لإله سنيا، انت عم بتفوته على النسبة. ونحن ذات الشيء عملنا بكسروان يلي كمان انتو ضامنينا كليا يعني. لا لا، يمكن بال 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 بالنظام النسبي ما نأمن هذا المقعد اللي بدي اقوله. بس المعروف انه اليوم تيار المستقبل هو اللي شوي عنده حساسية معينة بالتغيير عن الاكثري، فبالتالي انتم لما تكونوا عم بتشيلوا منه مقاعد اكثريه لصالح النسبيه دون ما يكون هيدا الشيء مبني على تفسير ديموغرافي معين، بالعكس التفسير ديموغرافي لصالح الاكثري بيكون، فهيدا الشيء انت بتعرف دينا بعدني شرحت لك انه الكل رح يتاثروا بمجرد ما تفوتي دوز النسبيه، الكل بدهم يخسروا بس لبنان رح يربح بنهايه الامر. نحن برجع بقول لك وبكرر تما نضل نكرر ذات المعزوفه خلال هذه الحلقه، انه كنا بنتمنى نروح الى النسبه. هلا بعد في كمان الحزب الاشتراكي يلي اطلع امبارح على هذا الاقتراح، واكيد رح يكون عنده ملاحظات تفصيليه بهذا الموضوع. ساعتها كل هالامور لما بنكون جمعنا كل التعديلات المقترحه من قبل كل القوى السياسيه نرجع بنعمل طولة أخرى بصير في نقاش. ما تسأليني مين بده يحضر وأي متى، ما عندي جواب، بس البادر اللي كي إنه هلأ نحن فتحنا باب النقاش الجدي حول قانون انتخابي جديد منتظر من قبل الشعب اللبناني. التقدم الاشتراكي من أحد مطالبه الأساسية إنه هو عنده من أصل 8 نواب في 4 إن كان نسبيا أو أكثريا لا ينتخبون بأصوات الدروس. هل رأيت، وطبعا عمل جولة على كل القيادات السياسية للمطالبة بمراعاة الخصوصية الدرزية ضمن القانون الانتخابي وضمن اعتراضهم اليوم على هذا التغيير، مراعين هالشيء؟ أولا بمجرد ما اعتماد شوفوا عليه كدائرة انتخابية واحدة بعتقد عم نراعي. نعم. أولا هذا المطلب الأساسي لإلهم. نعم. اثنين عم بالمقاعد الأخرى كمان في مراعاة، بس كمان ما فينا نعمل نخيط فقط، نفصل على مستوى الخصوصية الدرزية، لأنه ساعتها بقول لك في عنا خصوصية مسيحية كمان بدنا نعترف فيها. كمان فينا نقول شوفوا عليه الناخب المسيحي عايش حالة إحباط متراكم على مدى السنين، لأنه كان عنده شعور أنه صوته ما له معنى في الانتخابات النيابية. كمان مثل ما بدنا نراعي الآخرين بدنا نراعوا. بس دكتور سمير جعجع صريح بهذا الموضوع. هو عم بيقول ما بيقبل بقانون انتخابي، ما بيقبل في النائب ولي جمهور، صريح جدا بهذا. نحن عنا موقف بيقول انه نتمنى ان يكون هناك توافق بين كل الأحزاب اللبنانية حول هذا القانون بما فيهم الوزير جمهور. بس يعني هو التصريح عنده طابع خطوة متقدمة أكثر، ما حيق يعني في جزم بهذا الموضوع. هلا يعني في وحدة حال هون بنكمل نقاش مع الحزب الاشتراكي والقوات اللبنية، وإذا وصلنا على مطرح في خلاف بنشوف إذا فينا نعالجه، وإذا ما في خلاف بنكون أنجزنا طلعنا الدخان الأبيض للقانون الجديد. خليني أتوقف مع هذا الفاصل وبنرجع بنكفي بس يعني على المواضيع الأخرى المطروحة اليوم السياسية. مشاهدينا ابقوا معنا. هذه الصيغة الانتخابية المتقدمة في البحث هي كناية عن مشروع انتخابي يعتمد على النظامين النسبي والأكثري مناصفة، أي أن 64 نائب ينتخبون وفق النظام الأكثري و64 وفق النظام النسبي. وعلم أن هذه الصيغة تحظى بتوافق التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل، ولم تلقى بعد موافقة الحزب التقدمي الاشتراكي، وهي تبقى عرضة للبحث والتعديل إضافة إلى جانب صيغ أخرى. توزيع النواب في هذه الصيغة أتى على الشكل التالي: بيروت الأولى 5 نواب، ماروني، روم كاثوليك، روم أرثوذكس، أرمن أرثوذكس وأرمن كاثوليك، وجميعهم ينتخبون وفق النظام الأكثري. بيروت الثانية
نواب، 4 نواب، 1 سني، 1 شيعي، و2 أرمن أرثوذكس، وجميعهم ينتخبون وفق النظام النسبي. بيروت 13 نواب موزعين، 4 سنة وفق النظام الأكثري، ونائب سني وفق النظام النسبي، نائب شيعي وفق النظام النسبي، نائب درزي وفق النظام الأكثري، نائب روم أرثوذكس وفق النسبي، نائب أقليات وفق النسبي، ونائب إنجيلي وفق النسبي. ننتقل إلى جبل لبنان، وقد تم تقسيمه إلى منطقتين. منطقة جبل لبنان الجنوبي ويضم الشوف وعلي، في الشوف 8 نواب، نائبان سنيان وفق النظام النسبي، نائب درزي وفق النظام النسبي، ونائب درزي آخر وفق النظام الأكثري، 3 نواب موارنة وفق النظام النسبي، ونائب روم كاثوليك وفق النظام النسبي أيضا. في علي 5 نواب، نائب درزي وفق النظام الأكثري، ونائب درزي آخر وفق النظام النسبي، نائبان مارونيان وفق النظام النسبي، ونائب روم أرثوذكس وفق النظام النسبي أيضا. في جبل لبنان الشمالي بعبدة 6 نواب، نائبان شيعيان وفق النظام النسبي، نائب درزي وفق النظام النسبي، 3 نواب من الموارنة وفق النسبي. وننتقل إلى المتن، المتن 8 نواب، وهناك 4 نواب موارنة وفق النظام الأكثري، 2 روم أرثوذكس وفق النظام الأكثري، و1 كاثوليك وفق النظام الأكثري، و1 أرمن أرثوذكس وفق النظام الأكثري. في كسروان هناك 5 نواب موارنة، 4 منهم ينتخبون وفق النظام الأكثري، و1 ينتخب وفق النظام النسبي. في جبيل 3 نواب، شيعي ينتخب وفق النظام النسبي، ومارونيان وفق النظام الأكثري. ننتقل إلى الشمال، طرابلس 8 نواب، 3 سنة وفق النظام النسبي، وسنيان وفق النظام الأكثري، علوي وفق النظام النسبي، ماروني وفق النظام النسبي، روم أرثوذكس وفق النظام النسبي. وننتقل إلى المنيا الضنية، في المنيا الضنية هناك 3 نواب سنة وفق النظام الأكثري، في زغرتا 3 نواب موارنة وفق النظام الأكثري، في بشري نائبان مارونيان وفق النظام الأكثري، في الكورة 3 نواب روم أرثوذكس وفق النظام الأكثري، في البترون نائبان مارونيان وفق النظام الأكثري. في عكار 7 نواب، نائبان من السنة وفق النظام الأكثري، 1 على النظام النسبي، النائب سني، علوي على النظام النسبي، ماروني وفق النظام النسبي، و2 روم أرثوذكس وفق النظام النسبي. في البقاع في بعلبك الهرمل هناك 10 نواب، نائبان وفق النظام من السنة ينتخبان وفق النظام النسبي، 3 نواب من الشيعة وفق النظام الأكثري، و3 من الشيعة وفق النظام النسبي، وماروني أيضا نسبي، وروم كاثوليك نسبي أيضا. في البقاع الغربي ورشية هناك 6 نواب، نائبان من السنة ينتخبان وفق النظام النسبي، وشيعي وفق النظام النسبي، درزي وفق النظام الأكثري، ماروني وفق النظام النسبي، وروم أرثوذكس وفق النظام النسبي. في زحلي هناك 7 نواب، سني نسبي، وشيعي نسبي، وماروني نسبي، وروم أرثوذكس نسبي، و2 روم كاثوليك نسبي. وننتقل إلى الجنوب، الجنوب في مدينة صيدا هناك نائبان سنيان وينتخبان وفق النظام الأكثري، في الزهراني 3 نواب، نائبان شيعيان وفق النظام الأكثري، ونائب روم كاثوليك وفق النظام النسبي. في جزين 3 نواب، نائب موارنة وفق النظام الأكثري، و1 روم كاثوليك وفق النظام الأكثري أيضا. في صور 4 نواب من الشيعة، 3 منهم وفق الأكثري، ونائب وفق النسبي. في النبطية 3 نواب من الشيعة وينتخبون وفق النظام الأكثري. في بنت جبيل 3 نواب من الشيعة وينتخبون أيضا وفق النظام الأكثري. في مرجعيون وحصبية 5 نواب سني ينتخب وفق النظام النسبي، و2 شيعة وفق النظام النسبي، ودرزي أيضا وفق النظام النسبي، وأرثوذكس وفق النظام النسبي. في المحصلة لدى الطوائف مجتمعة، يعني السنة سيتم انتخاب 14 نائب وفق النظام الأكثري، و13 نائب وفق النظام النسبي. الشيعة أيضا 14 نائب أكثري و13 نسبي. الدروز 4 أكثري 4 نسبي. عند العلويين ينتخب النائبان وفق النظام النسبي. عند الموارنة ينتخب 20 نائب وفق النظام الأكثري و14 وفق النظام النسبي. عند الروم الأرثوذكس ينتخب 6 بموجب النظام الأكثري و8 بموجب النظام النسبي. وعند الروم الكاثوليك 3 بموجب النظام الأكثري و5 بموجب النظام النسبي. الإنجيلي ينتخب على النظام النسبي، والأقليات على النظام النسبي. الأرمن الأرثوذكس ينتخب نائبان على الأكثري و3 على النسبي. الأرمن الكاثوليك ينتخب النائب على النظام الأكثري. إذا بحسب تفصيل هذا التفصيل يعني الدقيق لهذا القانون، الموارنة هن أكثر طائفة تنتخب أكثريا،
الشيعة والسنة 14 أكثر 13 نسبة، الموارنة تحديدا عش أكثر طائفة أخذت أكثريا. تقلك شغلة هيدي منا مدروسة من أنه الموارنة يكونوا أكثر شيء منتخبين بالنظام الأكثري. قلتلك صار اعتماد معايير 65%، نتيجته كانت هيك، يعني عطت طوائف معينة أنه ينتخبوا بأكثر من الآخرين بالنظام الأكثري. هيدي كل القصة. بمكان ما كان علينا اعتماد معايير موحدة على مستوى كل لبنان، وليش اللي صار هلأ أمن التوازن بين الكل. في شيء بدي أقوله بالسياسة، يعني معناتها أنه الموارنة هن أكتر طائفة عندها مناطق هن فيها أكتر من 65%. أي خدي أول شيء يعني هن أكتر شيء، يعني الpopulation is concentrated أكتر، يعني هن أكتر شيء عندهم concentration بالأقضية بشري. أي صغرتها. أوكي. البترون، جبال، كسروين. عندهم concentration بالمناطق أكتر من الشيعة. أي. بس بذات الوقت مسيحيين موزعين ومنتشرين على كل لبنان، بينما في مناطق فيها غياب كام عن طوائف أخرى، بينما المسيحيين بتشوفون عندهم انتشار على مستوى الوطن، لكن بأقضية في أقضية معينة هني بيمثلوا أكثر من 65%، جزين، جبال، كسروين، البترون، صغرتا، بشري. أوكي. مثلاً حوضي فيهم أكثرية مطلقة مسيحية أكثر من الموارنة أكثر من 65%. أوكي، على هيدا الأساس إذا هذا القانون هو 100% اقتراحكم؟ مش إنه اقتراحنا، نحن قلت لك شو اقتراحنا كان الأساس. هلأ فواضح. أوكي. واضح، بس هيدا مثل هلأ بالاقتراح الواقعي اللي طرح، نحن عملنا له دراسة علمية. كان عنا إشكاليتنا كانت مع القوانين الأخرى المقترحة، إن كان اقتراح الرئيس بري أو الاقتراح الثلاثي للأحزاب الأخرى، عدم اعتماد معايير موحدة للكل. يعني قلت لك هون في عنا رئيس سنيورا مثلا، بدنا نحترم حيثيته منخليه بالأكثري، بأقضية أخرى في معادين منحط حدا عن نسبة والتاني على الأكثري، هيدا كله الغنى من أجل أن يكون هناك اعتماد معايير موحدة على مستوى لبنان. أوكي إذن يبدو أنه هذا القانون بانتظار. اسمحي لي بس بكلمة بهذا الموضوع. هذا كله اللي عم بيصير. انت لو عزمتيني من جمعة كنت قلتي لي استاذ سيمون وعدتونا بنون جديد، والعماد عون بخطاب القسم حكي هذا الكلام، وعملين معارك قانون الانتخاب، ومعارككم الام هي القانون، راحين على 60 اليوم. خلينا نعترف على مستوى كل اللبنانيين انه الموقف الجريء والحاسم من قبل رئيس عون هو يلي حرك كل هذا الركود والجمود السياسي اللي كان له علاقة بقانون الانتخاب. فإذا اليوم بدنا نتعود على وتيرة جديدة، على نمط جديد، على أسلوب جديد بالتعاطي مع ملفات أساسية مثل قانون الانتخاب بسبب وجود شخص اسمه العماد ميشيل عون على رأس الجمهورية اللبنانية. بس اليوم أولا نحن عم نشوفه لهذا القانون وتفاصيله، واضح أنه بده نوع من الجراسبينج، من الاستيعاب لدى المواطنين، لا يعني يقدروا فعلا يفوتوا لا يقدروا يعرفوا بالضبط على شو عم ينتخبوا وكيف. وزير الداخلية قال انه اليوم وزارة الداخلية اذا بدها تعمل الانتخابات بموعدها فهي غير جاهزة الا انها تعمله على قانون الستين. مزبوط. اذا بدنا نفوت بغير هذا اللي قاله، هذا اللي قالوا أكدوا حسموا. وبالمناسبة إذا بدي أحكي بيه لسانه بهذه النقطة تحديدا، دعوة لهيئات الناخبة بعد لا أقل من شهر، إذا بدنا نعمل 21 شباط بالضبط، أقل من شهر إذا بدنا نعمل انتخابات قبل رمضان. فواحد في عندك دعوة لهيئات الناخبة، اثنين لوجستيا اليوم إنك تدرب الأساتذة على هذا النظام وهذا السيستم ما فيك لأنه بعدهم عم بيدرسوا، ما في عطل. ثلاثة أنك تقدر تدرب كل طاقم وزارة الداخلية على التقسيمات الإدارية الجديدة، فعلا من وجهة نظره نعم منطقة هذا الموضوع. هذا سيأخذنا إلى تمديد ولو تقني لمجلس النواب. العماد ميشيل عون قال الفراغ ولا التمديد. مزبوط. فإذن هلا في شيء اسمه تمديد سنة وسنتين، وفي شيء اسمه تمديد 3-4 أشهر لتكوني حطيتي الأسس للانتخابات على بالفترة الصغيرة. أول شيء خليني بمعزل عن موقف الرئيس عون والتكتل والتيار، خليني تسمعي سيمون أبي رمية. أنا ضد استغباء الشعب اللبناني، وأنا ضد استغباء المواطن اللبناني. أنا بقول
إذا من هلأ ل 21 شباط صار في إقرار لقانون انتخابي جديد، ما حدا يقنعني ويقول لي إنه نحن بحاجة لتمديد للعالم يفهموا القانون الجديد. شو بدنا أربعة أشهر نفوت بيت وبيت نجمع البي والأم والولاد؟ بس تقلك شغلي، فإذا أنا مؤمن إنه حتى بقانون جديد هناك إمكانية أن يكون هناك إجراء للانتخابات ب 21 أيار 2017. يبقى عامل واحد، مش عندك اليوم أساتذة بدأ اللي هن بس تقلك ما بدأ شيء. أنا بدك بدك أنا زلم معلم وإلى ما هنالك، أنا هذا القانون بنص ساعة فهمته. هو للأمانة كل اللي حضروه مش بالضرورة فهموا. لا لا ما لا ما هيدي هون مثلا ماني موافق معك. بنص ساعة بنفهم القانون. واحد اثنين، كل ناخب بمنطقته صار بيعرف. بعطيك جبال، انا عرفت هلا انه انا بدي انتخب اثنين موارنة بجبال بالصندوق. انا بوصل على قلم الاقتراع تبعي العادي في صندوقين. الفرق بين قبل، في حال رحنا على هذا القانون بدك توصل على قلم اقتراع في صندوقين، بصندوقة بتصوتي بالقضاء على صعيد الاكثري بتحطي اسمين مارونيين مثل ما كنا ننتخب قبل. بالصندوق الثاني في عندك ليحة، اذا كان الدائرة الانتخابية المعتمدة من جبال لبعبدة هي ذاتها على الصعيد النسبي، راح يكون في اسماء ليحة فيها المرشحين للمقعد الشيعي بجبال، مقعد الماروني بكسروان، والمقاعد الاخرى ببعبدة، لانه بالمتن ما في نظام نسبي. بيجي انا بحط مع الليستة، بوصل في عندي ليحة وليحة تانية، باخد هيدي الليحة اللي بدي اياها لمين بدي صوت، اكيد للتيار، بحطها وعندي حق انه حط صوت تفضيلي من هالاسماء مين بدي حط. في مرشح شيعي بجبال، في مرشحين موارنة، بمرشح ماروني بكسروان، لما هيك بحطها. اللي بدي اقوله انه الشغلة الوحيدة الملبكي مش فهم القانون، هي انه تطلعي لوايح شطب وتوزعيهم على مستوى الاقضية طبقا للدوائر الجديدة. يعني بجبال بده يكون في مع اللجان القيد معهم لائحة شطب لجبال للاعتماد الصندوق الاكثري، ولائحة اخرى فيها لوائح الشطب على مستوى المحافظة، على مستوى الدائرة الانتخابية اللي بدهم ينتخبوا، على حتى ما بدهم لوائح شطب هي ذاتها جبال، لأنه ما فيك تكون بكسروان وتجي تنتخبي بجبال. فقط عم نطلب من وزارة الداخلية تعمل صناديق زيادة للنظام النسبي. هيدي كل القصة. هلا الوزير مشنوق يلي بعرف قيمته وبعرف قديشه متابع وقديشه متفهم وقديشه فهمان هذا الموضوع، يمكن يقلنا لوجستيا في عندي مش يمكن عم بيقوله ايه، بس ما يقوله تيفهم الشعب اللبناني. بس عفوا انا اللي نقلته عن لسانه هو لوجستيا. اوكي أنا بس لا عم بتقلي لي رئاسة الدوائر لازم يتمرنوا. هلا قلتي لي شغلي، قلتي لي للامانه ايه؟ العالم مش فاهمينه. ايه لانه بعد ما فاتوا التفاصيل. حجه وزاره الداخليه ايه؟ انا عم اقول هلا اذا اذا معالي الوزير بيقول لوجستيا ايه؟ انا بحاجه لشهر شهرين لاكون لا اقدر نجيب صناديق الاقتراع ونزيدهم بهيدا. اوكي بس انا حواسيب يعني قبل كان عد الاصوات. تستخدم شو؟ تستخدم حواسيب يعني قبل كيف كان كيف تفرز الاصوات؟ تكتب وبعدها هي ذاتها هينة كتير. لا بالنسبه صار بدك سيستم انت يعمل لك الاختلافنا. بس حتى هينة كتير، بتحطي لائح لوائح وبتحطي قدام كل اسم بتتحط كلمة، يعني كلمة نزلت ليستة بتكوني حاطة لايحة لايحة دو بتحطي لمين صوت، وبعدين بتفي عندك الأسماء الصوت التفضيلي. عن جد منها القد معقدة، بعرف كمقاربة أولى العالم عنده النقزة، بس لما بتغوصي فيها وبتفهميها بنص ساعة بتخلص القصة. أنا عم بقلك بتمنى، يمكن أنا مني على أرض الواقع، بس أنا بتمنى ليه برأيك هو جازم هذا القانون؟ ليه برأيك هو جازم هالقد بهذا الموضوع؟ يعني هو لأن يمكن عنده إذا بتذكر أول هذا الشهر
في ندوة خاصة لليو ان دي بي، كنا سوا، جزم بشكل قاطع بأنه هو غير مستعد للقيام، أو يعني الوزارة غير مستعدة للقيام بالانتخابات بموعدها إلا على قانون الستين. يعني ليس جديدا هذا الحديث وعاد وأكمل. أنا عم بقول لك رأيي. لا، برأيك ليه هو جازم؟ يمكن معه حق والأكترية معه حق، لأنه هو مطلع أكثر مني على التفاصيل التقنية واللوجستية بوزارته حتما. بس أنا عم بقول يا ريت، ما بدي أقول فينا، يا ريت فينا نعمل انتخابات بموعدها ب 21 أيار ضمن القانون الجديد، لأنه ما بعتقد بحاجة لكل هالهمروجة اللوجستية والذكية مشان واحد يستوعب ويفهم هذا الموضوع. جريدة الأخبار. تاني شغلة بعد أوكي. بدي أقولها. أوكي. أولا أوكي، قانون جديد، في شيء أساسي ما لازم ننسي هو موضوع الإصلاحات، هيئة الإشراف على الانتخابات، نعم. المال، تحديد سقوف الأموال والمراقبة الجدية، موضوع الحضور النسائي باللوائح، يعني خاصة بدأت تعتمد النسبية. أربعة، الأوراق المطبوعة سلفا مع صور المرشحين، هيدا كله بكان عم بيساهم بتطوير النظام الانتخابي. لما بنعتمد يعني اليوم ما فينا، بعدين إذا فينا كمان بخلال هذا القانون، أجل بتمنى أنه أن يكون هناك نواب يمثلون الانتشار اللبناني، هودي كلهم فينا نعملهم بجمعة وجمعتين تكون واضحين إذا في إرادة سياسية. وأنا مؤمن أنه قدام نكون طورنا نظامنا من خلال التقسيم الجديد للدوائر، ما بنحكي عن حداثة وعصرنة القانون إذا ما كنا معتمدين هذه الإصلاحات يلي بتوازي بأهميتها القانون الجديد بالصيغ المختلطة. بس اليوم محسومة من هي هيئة الإشراف على الانتخابات شو هو؟ شو يعني المحسوم؟ لا، عم بلي كيه أنا أنه الأوراق المطبوعة سلفا ولا مرة اعتمدت بلبنان. أنت بتعرفي ديما منوصل على قلم اختراع بيعطوك المرمزة ومزبطين التركيبات مثل هذا العبول بدنا نقضي عليه. لما أنت بتمنعي بأقصى يعني قد ما عملتي شروط ومواصفات ومعايير تمنع التزوير او تمنع مش التزوير اذا بدك التسويات الانتخابيه من خلال الضغط على المرشحين الى ما هناك، تخلي عن جد الناخب يكون حر بخياراته، كل ما نحن بنكون قدمنا نقلة نوعية بهذا الموضوع. اليوم في انتقاد كبير من قبل الاعلام لهذا القانون. خلينا أخذ على سبيل المثال جريدة الأخبار اللي هي منا خصم لإلكم، خليني أقول، بتقول تحت عنوان احتيال على النسبية كل الطرق تؤدي إلى الستين. يبدو أن هذه العبارة هي بوصلة القوى السياسية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات، وتمعن القوى السياسية في الاحتيال على النسبية ومحاولة خداع اللبنانيين بأنها تبحث عن قانون انتخابي جديد. أما الواقع في البحث يتركز على إعادة إنتاج الستين بلبوس النسبية الجزئية، ولأن كان الجميع يعترف بأن الهدف الرئيسي للنسبية هو تمثيل الأقليات، فإن محاولة الأصو اللزق التي تجري تهدف إلى تحقيق تمثيل الأقليات الطائفية الممثلة حاليا في المجلس النيابي صورة نفسها من دون إقامة أي اعتبار للأقليات السياسية. طبعا يعني هو تسمح لي بجواب. أولا بفهم الموقف، قلت لك أنا بأيدهم مش من ناحية الاحتيال، من ناحية أنه يا ريت فينا نعتمد النسبية المطلقة يلي هو مطلب شعبي عارم. بس نحن منا لوحدنا اليوم. اليوم لو التالي الوطني الحر لو عنده 128 نائب أكيد كنا اعتمدنا النسبية. بس نحن اليوم تنقدر نصوت على قانون جديد في غير كتل وغير قوى بدها تصوت معنا، رافض النسبية المطلقة. فإذا هذا الكلام منه موجه للتيار، موجه للآخرين يلي رافضين النسبية. واحد. اثنين، لا شك إنه القانون الجديد يعزز الأحزاب، وأنا مع هذا المنطق وأنا مع هذه المقاربة. ما بقى فينا نضل ببلد على كل قضاء في ديك ما عنده أي تواصل مع الأقضية الملاصقة. يعني نحن بالمنطق القائم قبل كان عندنا أنه هذا زعيم القضاء الفلاني وهذا زعيم القضاء الثاني، هلأ عم نحكي بمنطق أحزاب سياسية، وأنا مع تعزيز هذه المقاربة. يعني اليوم وهذا اللي عم بيقوله الأخبار أنه اليوم تحت هذا الشعار عم نعزز الحضور اللي كيف بدي اقول لك عم نعزز الحضور الاحزاب
على من خلال هذا القانون. مزبوط مزبوط، لانه اليوم لما بدك انت بدك تلتزمي، لا ما بعرف وين قالوا هيك بس حاطين هذا الكلام، حاطين هذا الكلام انه في احزاب سياسيه عم بتعزز حضورها. مزبوط، لانه لما اليوم بدك تعطيكي مثل، لما عم نعمل لائحة خدي منطق جبل لبنان الشمالي، لا احنا عم بيقولوا من دون اي اقامه اعتبار للاقليات السياسيه، الاقليات السياسيه. بس خليني اقول لك شغله، طيب اليوم خدي جبل لبنان الشمالي من بعبده لجبال مثل ما هو مطروح، يمكن يعدل ما بعرف. اوكي طيب، لما بيكون عندك لائحة نسبية ستنتخب على مستوى أربع أقضية، جبال، كسروان، المتن، بعبدة. طيب عظيم، اليوم يلي بيكون هو ينتمي إلى أقلية سياسية منه بالتيار أو بالقوات أو تنعتبر عاملين نحن لوائح ائتلافية، لما بيعمل هذه اللائحة ببعبدة عنده حظوظ أنه إذا عمل نسبة معينة من الأصوات صارت صبت بخانته أن يكون هناك تمثيل لهذه الأقلية السياسية مثل مجتمع مدني وغيره بالمجلس النيابي. يعني اليوم عم نعزز، برجع بكرر قلت لي كامل الاساس، مش هذا اللي نحن بدنا اياه، ولكن نحن دخلنا دور، صار في امكانيه أوكي. اليوم انه للاقليات السياسيه للمجتمع المدني يوصل النواب الى مجلس النواب نيابه من خلال هذا القانون. خليني اخذ هذا الفاصل، بعد الفاصل بدي انتقل كليا من موضوع الانتخاب القانون الانتخابي الى الخريطه السياسيه الداخليه والخارجيه. مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد، وإلى النائب عن تكتل التغيير والإصلاح سيمو أبي رمية، برجع برحب فيك عن جديد. العماد من شلعون رئيس للجمهورية، ملامح عهد، خليني أقول يعني بدنا وقت بعد يمكن يعني بعد بأول هذا العهد، ولكن في تجليات أساسية. أولا الزيارة إلى المملكة العربية السعودية، هذا الانفتاح بخلال زيارته للمملكة العربية السعودية اللي أخذت تغطية كبيرة، لفتني جدا مقابلة عملها مع الشرق الأوسط، مع صحيفة الشرق الأوسط. ما بعرف ليه ما أخذت كتير صدى بالإعلام هذه المقابلة، ولو أنه فيها مواقف لافتة جدا، would be an understatement، يعني أكثر من لافتة. يسأل العماد ميشيل عون عن دور حزب الله في عهده، يسأل حرفيا هل إن دور حزب الله في سوريا هي نقطة ضعف لعهدك؟ يقول الرئيس ميشيل عون: هذا أمر ورثته، كما أن الأمر جزء من صراع دولي إقليمي كبير، فماذا يمكن للبنان أن يفعل؟ خلال السياق الحالي لا يمكن القيام بأكثر مما نفعل، وهو قائم على التفاهم والاستقرار والأمن وحفظ الحدود. حزب الله هل هو نقطة ضعف؟ هذا أمر ورثته. نعم، هيدا منه نفي انه نقطة ضعف للدولة اللبنانية حزب الله، هاي مشكلة انا ورثتها من قبل، كلام يعني ريفوليسيونير مش جديد. لا خليني بسطه، عم يحكوا عم يتوجهوا الى العماد عون رئيس الجمهورية، مش الى العماد عون رئيس التيار الوطني الحر او رئيس تكتل التغيير والاصلاح. عم يحكي انا من موقعي كرئيس جمهورية وجيت، هذا واقع الحال، حزب الله موجود بسوريا، اوكي؟ ما عم بيقول انه لا هذا ما كانت عن مشاركة سوريا، هل هو نقطة ضعف بعهدك؟ عم بقول انه ورث، ما كان الجواب انه حزب الله منه مشكلة. رجع عيد السؤال، هل ان دور حزب الله في سوريا هو نقطة ضعف؟ هذه عن موضوع الوجود السوري، الوجود حزب الله بسوريا، عم بيجيب انا وردت هذا الموضوع. لكن انت بتعرفي مواقف المدعون بهذا الموضوع لم تتغير. نحن بعدنا نعتبر انه المقاومة في لبنان هي نقطة قوة بتوازن الرعب القائم مع العدو الاسرائيلي. حزب الله عنده هو والمقاومة الشرعية، لانه بنهاية الامر لما بيكون عندك ارض محتلة، ولما عندك ما رح نرجع نعمل سرد تاريخي لكل هذه الامور، نحن معتبرينه اصلا بخطاب القسم قال لن نقلو مقاومة ضد هذا الاحتلال، وبالتالي ما في ابدا تغيير بالمواقف والقناعات والثوابت. لكن اليوم بذات الوقت خلينا نفهم، بس ما لفتك فكره انه ما عم ينفي انه هاي نقطه ضعف؟ لا ولو ما قايلها صار كرر كذا مره هاي نقطه، يعني لا عفوا، يعني في كلنا من لحظه
حزب الله بسوريا، يعني حزب الله عم بدافع عن لبنان وعن سيادته وعن الحدود اللبنانية من الإرهاب. في حدا إجا سأله هل نقطة ضعف؟ ما قال لا. لا بس خليني أقول لك، أصلا وبحياته قال نقطة ضعف، طول عمره كان يقول نقطة قوة. عظيم، هون ما في نفي بقى أنه نقطة ضعف. لا بس مش كل مرة بده يرجع يمكن يكرر ذات المقولة، بس كلنا بنعرف شو قناعاته للما يدعونه، وقال أصلا بأكثر مناسبة من وقت ما صار رئيس جمهورية بخطاب القصر ومن بعدها حكي عن هذا. ما رأيك انه لافت العبارة انه في حدا منفي انه في حدا منفي انه هيدا ضعف؟ نعرف العلاقة الوثيقة والقناعات الراسخة عند الامام دعون بما يختص بهذا الموضوع، يمكن كان بدك انه تنقل ما نقلت، بس انا بقدر اقول لك اليوم انه هيدا موقفنا. اوكي. هل ايضا بنفس السياق، هل ان العلاقات مع ايران ستبقى عائقا امام العلاقات مع العالم العربي؟ لدينا علاقات عاديه مع ايران وهناك تمثيل دبلوماسي، ووضع حزب الله ضمن الدعم الايراني ويقول بانه حزب الله يندرج بما يوصف بالحرب على الارهاب، وانه هذه ازمه خارج الحدود فهي تفوق قدرتنا. مظبوط. هيدا ايضا كلام لا جدا لافت. لا كبير منه كلام جديد، بس اسمحي لي اولا بموضوع العلاقه مع ايران، هو يقول بانه علاقته بايران هي فيها شيء اساسي انه لا يمكن تجاهلها، وهي مساعده ايران حزب الله في اطار سياسه دعم المقاومه، وهذه السياسه مساعده تحولت الى ما يوصف بالارهاب على لبنان في سوريا، وقد يكون ذلك الى امد لا نعرفه. يعني اليوم وضعنا حزب الله الاستاتيول له ضمن المعضله مع العلاقه مع ايران، مش يعني ما عم نتعاطى معه بقى كموضوع لبناني داخلي. لحظه، اول شيء عم بتطلعي لي جمل. نو قريتك كلها هلا. ايه بس تقلك جمل من مقابلة طويلة عريضة، بس خليني اقول لك شغله. لحدا حدا منه عارف العلاقة العضوية الموجودة بين حزب الله وإيران، في نحن عم نقارب هذا الموضوع من زاويتين، الزاوية اللبنانية والزاوية الإقليمية. من الزاوية اللبنانية نحن بنعتبر حزب الله قوة لبنانية أساسية عنده حيثيته الشعبية، ممثل بمجلس النواب وممثل بمجلس الوزراء، وبذات الوقت يجسد حالة مقاومتية تجاه العدو الإسرائيلي. اثنين، بالزاوية الإقليمية اللي هون عم بقول عمدون بيتخطينا هيدا الموضوع، انه ينتمي الى محور من ايران مبلش ضد محور اخر لحظة، وعم بيقول صار في انخراط بحرب سوريا يلي كنا نتمنى انه ما تبصر النور، لكن اليوم عندك اكثر من 120 جنسية موجودين بسوريا عم بتصارعوا وعم بتحاربوا. هذا صار كلامك لك، هذا الكلام مش موجود بالوقت. لا بس انا عم بقول لك لا بلا عم بقول لك انه ضمن امور تتخطى كيف بدي اقول لك قدرتنا اللبنانيه ما خصنا فيها. انه هلا بس ما بيلفتك انه صرت قريت لك جوابين، بهالجوابين وضع حزب الله ك شيء خاصه بالمنظومة الإيرانية وبالوضع الإقليمي، ما عم يحكي عنه كموضوع داخلي، لأنه هو يعني طرح عليه السؤال من هذا المنظار. السؤال طرح على الرئيس عون من منظاره الإقليمي، مش منظاره اللبناني، وجاوب من خلال هذه الزاوية مش من خلال الزاوية اللبنانية. إذا وضعه ما بيلفتك كمان هون وضعه حزب الله ضمن الدعم. سوري ما بيلفتني. أيضا هل أنت بعد في سؤال، هل هذا يعني صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السعودية؟ نعم، عندما تنجلي هذه المرحلة العابرة سنتأكد بأنه لم تكن لها جذور لدى الشعب اللبناني، ومن البديهي أن تكون العلاقات طبيعية بغض النظر عن أي تباينات يمكن أن تنشأ ومن أي تباينات ظهرت سابقا في النظرة إلى الملف السوري. ما عندها جذور لبنانية هالمشكلة؟ مع مين؟ جذور مع السعوديه. اول شيء خليني اقول لك شغله، اذا ما عندها جذور لبنانيه بلا لا كان في عندنا اشكال كبير مع المملكه العربيه السعوديه. اسمحي لي بالتجاوب حرفيا. نعم. سنتاكد انه لم تكن لها اي جذور لدى الشعب اللبناني. هذه المشكله خليني اجاوبك. كان في اشكال بالمقاربه بين نظره القياده السعوديه ونظرتنا نحن الى ملفات اساسيه العلاقة ملفات لبنانية والعلاقة بالملف السوري. أوكي؟ اللي بعرف واللي عرفته من الرئيس عون ومن الوفد المرافق له لما كانوا بالسعودية، كان في لقاءات عنوانها المصارحة. كان في تفاهم للموقف السعودي، وكان في تفاهم الموقف السعودي للموقف اللبناني الرسمي يلي اليوم بجسده الرئيس عون. خلافات سابقا، انه هلا طلع الارشيف اكيد بدك تشوفي مواقف من قبلنا مناهضة كانت
مواقف من المملكة العربية السعودية. انا عم عاصم هيدا ما عندي شك فيها، بس انا اللي عم بقوله اليوم عم نبني علاقة جديدة. اصبح اليوم بدنا نحط براسنا شغلة، العماد عون اصبح رئيس الجمهورية اللبنانية، صار بيحكي باسم التيار الوطني الحر، بيحكي باسم حركة امل حزب الله، بس بيحكي باسم تيار المستقبل، باسم الحزب الاشتراكي، القوات اللبنانية، الكتاب الى ما هنالك. يعني صار بده يكون عم يعمل سنتاز لكل المواقف من اجل انه من اجل ان لا يكون هناك مواقف تخلق اشكالات داخليه نتيجه موقف رسمي هو بيعلن عنه. هيدا جاي اليوم المقام الجديد، الكوستيم الجديد، هيدا يلبسه. واضح، لا وهذا طبيعي وهذا مفهوم وتلقائي. انا اللي عم اقوله انه لم يكن الجواب ما تفضلت به انه كان في مرحله من المشاكل وتخطيناها، الجواب هو انه ما اصلا ما في مشاكل. يمكن مشاكل هيدا جاي من برا، يمكن هيدا البرا عم بقول يمكن انه ما كان عنده جذور لبنانيه وهذا اللي قاله. انا عم قلت لك شرحي لهيدا الموضوع. اذا بدي اطلب منك بكلمه او بجمله وصف توصيف اليوم العنوان العريض لسياسه هذا العهد، شو هي؟ الانفتاح على العالم العربي، الانفتاح على كل الاقليم. عم تحكي على الصعيد اللبناني ولا الخارجي؟ الداخلي والخارجي. الاصلاح، مكافحه داخلية. الفساد. اوكي. انتظام الحياه الدستوريه، احترام الدستور، محاكاه معاناه المواطن اللبناني، ايجاد الحلول لمشاكله اليوميه، كهرباء الى ما هنالك، شبكه مواصلات، مي. هيدا كله ليك بدي لك شغله، الرئيس عون عنده ميزة يمكن يصير عمره 100 سنة وبعده الله يطول بعمره بفكر بعد 100 سنة شو معقول يعمل. يعني بفكر انه هو رح يعيش 200 و300 سنة. وهيدي اخدها بيقول لي اياها هو من من علاقته اللي كانت حميمة جدا قريبة من الرئيس كميل شمعون. بيقول لي انه الرئيس شمعون ميزته كانت هذا الشيء، انه عم على طول عم بيفكر لبكره. على ما دعون في كتير فكروا انه وصل الى سده الرئاسه وخلاص حقق حلمه. لا، انا قايل لي اياها ومؤخرا كنت بده يخلي بصمات ايجابيه تنطبع بذهن الشعب اللبناني على مدى الاجيال، على مستوى الاجيال القادمه، وبالتالي سيكون هناك عمل دؤوب من قبله لمكافحه الفساد وقيام الدوله اللبنانيه. نعم. شو بكي بدك توقفيني؟ لا لا لانه خلص وقتنا. تفضل. اوكي، طب سالتيني سؤال مهم. تفضل تفضل شو عم نجاوب؟ هلا بما يختص بالعلاقات مع الخارج بدي اسالك سؤال، حدا كان متوقع من العماد عون هذا الخطاب، خطاب القسم يلي سمعناه؟ شفتي قديش امن اكبر قدر من الاجماع حول هذه المواقف؟ وانا كنت على طول اكيد وكنت اقول لهم لمنافسينا، ما بدي احكي بالخصوم السياسيه، لمنافسينا بالسياسة، لما انت بتكوني بموقع رئيس حزب شيء، لما تكوني بموقع مسؤول على صعيد رئاسة جمهورية وعم تتعاطي كرجل دولة بتكونين شيء آخر. اليوم اللي مدعون بحضوره بهذا الموقع كوني أكيدة عامل ثقة لكل اللبنانيين، حتى اللي كانوا نأزنين ومعارضين له اليوم طمنين بالا انه هذا الشخص موجود في هذه على هذه الكرسي، وهو رح يكون بتمنى على مستوى طموحات وأمال لبناء الوطن اللي نطمح له. احنا انتهى وقتنا، نحن اليوم بتسعة وعشرين كانون الثاني 2017، عادة بين استضافي والتانية لكل ضيف كريم بكون في شهرين. باعتقادك لما حضرتك ترجع تحل علينا ضيف كريم بعد شهرين بنكون عم نتحضر للانتخابات النيابية. اتمنى وهيدا طموحاتنا انه نحترم المهل الدستورية ونكون عن جد انخرطنا بالمهلة، مهلة الانتخابات، لأنه أنا كتير إيجابي ومتفائل بالمرحلة اللي جاية. رئيس جمهورية موجود، حكومة عم بتقوم بشغلها، مجلس النواب بدأ يشرع، عم نعمل إنجازات بوقت كتير ضئيل، وبالتالي بتمنى أنه لبنان يدخل نهائيا بمرحلة الاستقرار السياسي الدائم، وخاصة من خلال احترام المهل الدستورية وعطاء كل صاحب حق حقه. على هذا الأمل طبعا نضم صوتنا لصوتك، لأنه شو ما كان يعني قيام إقرار قانون انتخابي جديد هو أفضل من لا شيء. فشكرا على وجودك معنا سعادة الرئيس سمو أبي رميا. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.